بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم. فقرتنا فقرة أمثال وحكايات، هتحكي حكاية، هي حكاية حقيقية، حكاية تلميذ. تعالى أقول لكم الحكاية بتقول إيه. التلميذ هو اللي بيحكيها على لسان. بيقول إيه التلميذ؟ بيقول زمان وأنا في ابتدائي أمي كانت لازم تخليني أفطر كويس جدا قبل ما أروح المدرسة، وده كان عامل لي مشكلة اتعلمت بسببها أعظم درس في حياتي. ساعة الفسحة اللي هو البريك بين الحصص، كنت ألاقي زمايلي كلهم جايبين سندوتشات وبيأكلوها وهم مستمتعين جدا جدا بيها، وأنا أطلع سندوتش ألاقيه بارد وملهوش طعم وما بيفتحش نفسي، أقوم شايله تاني في الشنطة. وفضلت على الحال ده كتير لغاية ما في يوم جت مدرسة مستحيل أقدر أنساها، كانت بتتكلم مع كل واحد فينا كأننا كبار، ودايما مبتسمة وبتعاملنا زي ما تكون أم لكل طفل فينا. المهم في يوم كنت قاعد في الفسحة متضايق، وشافتني المدرسة وجت وقالت لي مالك قاعد لوحدك ليه؟ انت ما معكش سندوتشات تاكلها زي زميلك اللي جنبك؟ قلت لها معايا بس انا سندوتشاتي مش حلوه زي سندوتشاته. قامت المدرسه قالت لي يعني انت نفسك تبدل مع زميلك؟ بصيت لها بكل سعاده وانا بقول لها يا ريت. قالت لي ماشي. راحت المدرسه اقنعت زميلي انه يبدل معايا السندوتشات، وبالفعل زميلي وافق. لكن ساعتها حصلت حاجه غريبه جدا، لما جيت اكل السندوتشات سندوتشات زميلي لقيتها عادية برضو وملهاش طعم مش زي ما كنت فاكر. المدرسة لما لقيتني سبت سندوتشات تاني قالت لي أنا حبيت أثبت لك إن العيب مش في السندوتش اللي معاك، العيب جواك أنت. أيوة جواك أنت، طول ما أنت شبعان مستحيل تحس بنعمة السندوتش اللي معاك وتلاقي متعة لما تاكله. زميلك علشان كان بياكل وهو جعان فعلا بيلاقي الأكل حلو جداً، وانت بتلاحظ انه مستمتع قوي باكله. هنا انتهت قصة التلميذ. اعزائي المشاهدين، مستحيل نحس بالنعمة اللي معانا طول ما احنا مش حاسين بقيمتها. هنفضل طول حياتنا عايشين في تعاسة وفاكرين ان الناس معاهم حاجات احسن مننا، وان احنا مظلومين، ونعيش في عتاب شديد مع ربنا وفاكرين انه ظلمنا. استغفر الله العظيم. صدقوني لو بدلنا حياتنا مع أي حد ساعتها هنعرف إننا في نعمة مش عند حد. محدش بيعرف النعمة اللي معاه إلا لما يتحرم منها، غني باللي معاه. نهاية فقرتنا إن القناعة تجعل الإنسان في استقرار نفسي عجيب، وتعينه على إصلاح أمره، وتعالج الكثير من مشاكله الروحية والنفسية والاجتماعية. ونجد ضمن توصيات وكلمات أهل البيت عليهم السلام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فمن قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس. وإلى هنا تنتهي فقرتنا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.